بفضل الله وبسواعد الأبطال من أبطال الشرطة الاتحادية وقيادة عمليات نينوى والحشد العشائري، تقدمت القطاعات في المحور الجنوبي لأكثر من 35 كيلومتر وبعمق 30 كيلومتر أيضاً، ووصلت الآن إلى مشارف ناحية حمام العليل التي تبعد عن مركز مدينة الموصل 10 كيلومتر. المعركة سارت بمعنويات عالية، واستطاعت القطاعات المحررة أن تكبد العدو خسائر كبيرة، وكان دور كبير لأهالي جنوب الموصل في الانتفاض ضد الدواعش في قرى كثيرة، وهذا الأمر هو الذي سرع عمليات التحرير في جنوب مدينة الموصل. نعم، لم يكن هناك دوراً بارز لطيران التحالف الدولي، وهذا الأمر هو الذي يعني ربما لم تستطع القوات المحررة التقدم بشكل مسنود من قبل الطيران، ولذلك تم الاعتماد على يعني القطاع الجوي المتيسر من طيران الجيش العراقي وبواقع تشكيل واحد. نحن نعتقد بأن منطقة جنوب الموصل تحتاج إلى دعم من كل الوزارات، لا سيما أن التنظيم الداعشي الإرهابي أقدم على حرق آبار النفط التي لا زالت مشتعلة منذ أكثر من 3 أشهر، واليوم السادس لا تزال حرائق كبريت المشراق تشتعل، والكل يعلم بأن يعني الدخان المنبعث من الحرائق لمادة الكبريت هو مؤذي جدا للبشر والمزروعات، وقد وصل الدخان إلى مشارف مدينة سامرة. ولذلك ندعو جميع الوزارات الخدمية أن تساهم وأن تستنفر من أجل إطفاء هذه الحرائق من آبار النفط وكذلك كبريت المشراق.